قمة الخزي والغار ومواقف ستبقى محفورة للأبد في صفحات تاريخ النضال من أجل القضية الفلسطينية. المغرب يطبع بكل الأشكال حتى رياضياً، ولكن قمة الغار هو أن تعترف بالهوية الصهيونية في محفل رياضي وتنهزم أمام العالم بمواقف الخيانة للقضية. المغربي عبد الرحمن بوشيتا ينهزم أمام خصمه الصهيوني من الدور الأول لتصفيات الجودو في أولمبياد باريس لعام 2024 في وقت يوصل فيه العالم رسائلا صريحة من أجل نصرة فلسطين ولو من منابر الرياضة. الجزائر بمواقفها الثابتة في كل المجالات أثبت رياضيوها أن الثبات على المواقف هو ما يخلده تاريخ، والانتصار من أجل القضية الفلسطينية هي الميدالية الأغلى التي نفتخر دوما بحملها على أعناقنا، في حين حمل غيرنا شعار الخيانة كنهج يتبعهم في كل المجالات، وهو أمر أصبح غير غريب على من باعوا شرفهم للأعداء. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.